وعلى آل محمد. ضد مركب ورقم ورنين واحد نودي إن حل دبع الله بدن يا ما تكذب قلي أنا ضد ضد دبالو دكتي في هذا الشيء ما سوق هذا نحن دكتور تجي عن ديار صدي هسي شيء واحد شيرين يا غير خمدة ضد عن دوني أنا حركة خطر صدو أفر قضب أو إلهم يقدم مهم بين دوني أنا كهذا له قضب كخربات حركني واحد متحير لو قلت لك لي وثير لكن كي نروح هذا قبة ضم قفت مركح حلو مقع عباو وحفيس دولدو تشوغون وصواركو إنه ولي جيبة تشوغا إيوه وحفيس كي سقو هاي سيدا أدر تيرا ودي ولن سقا اسمي غيسية قولونا دي ودن كي تاسع غابتك نغطا أي واحد هاي دوحا ولي غيدي لو تشوغيسة أو حير له أو سياسة له أو نظام له وسارد وسارد دون واحد يكون قبر تاعي غير ما دلوا خلاص غير خلاص رأيي وسير له وسير كعبين له أجاسي بكود له أجاسي من واحد يلي أنت هذا صار دون واحد كم مهم سن شغاله خبرة ضع إيه وسارد ولا بتشوجة إيه ويا رجع تذكر أي تاعي إن لقاش غير سيو أو شغال رخو لقاش سيالة وشغاله وسارد اللي واحد بابي واحد في سير اللي بابي مدور بن بالغدك ما تحرك واحد كوارك سامن بلا ولا دمات وسير خيالية وسير خي أقلالية وسير خديدية وسير خفصحية وعلى ضال هاي ما نحركم وسير سمين نور تالكا أوتوماتيك اللي وسير وسير خي لوجو بدل وسارد برجع وسارد ولا حرك كذي مدام كذا يو استراتيجية ده ها عدنت تسوى عضب قلب خلابات مدن يال الدنيا ما تحيابا هو من سوى عقب مدن برك الدين تلقى تقو تيغنك ما عدنت إيه حولها إيه وحو البوع عقب يمسل تيغنك الدنيا مدن ملايين سردو دبا لغو صلى الله ببعطب دن بألو قيستي سيدا ترتدي دي مدن بنا ودن بدن تلاهي دون درق دي لغو صلى الله دلو والدون إياه سيدا تيغنك الله إلاليوه ayaa horumarkii nolosha bulshada ku jira sida darteed dood maanta deegaanka yar sax inuu qolow waxa uu lahayn ummad u samaysan inay deegaanka baabiso oo ay deegaanka fasahadiso inuu qolow islaama oo ilaahay ugu amray inay deegaanka ilaalino ilaahay wuxuu yiri subxaana wa taala walaa tufsidu fil ardi ba'da islaahaha war bulshada deegaanka هل سيادمين انت رجعتيك دي ميل كستون معدن لغو قضو دي معدو وغيري اغفر دي باعتار لغو روي ايا عاقد باسو شراب لغا عبي ايا بلايا لغو دي بوه لو ايا لغو قضو ما انت ديگان كم ايان معدن قضو قيمة كستون ويشو بقول الله بكي يلو اغاتيك ما يديگان كي انت صوك يلو بتربابع يا عاقد تالا حير كرينو بقول اياه وسيرك أقول دي رصار يسير دجاج لونه قتلها واحد لارك نين نين دجاج فهمن إسكتة ودم دور الدجاج هو ده قاتش ثاني هاي لا أمريكا كوبا عوين قصي واحد قرن مشروع قصة أمريكا كوبا حلا يو إلا قديم يس فهمن دجاج دور ده كلاكو يلا مني واحد لا يراه قاعدة لا راعي لا هذا إنفارمت تلين باقي سسمة إن قديم يس دجاج لا يلا يو واحد لا والله قطبة دجاج كهار لا يه يا وزارة المعلم تلقوا خوبي وهي قد دي نخيرات فول خوية لطا وهي وزارة الدقاء فول خوية لطا وهي قولا قولت دي فول خوية الشا وهي الحير اللي عمي تقرب فول خوية لطا مركز الشركة دي لما يستطيع بعد البارس تيدي إن دقاء كان سعيه فوها اللي قول عليه إلا الدقاء كان باقي روح صحرية وحي قلت روينه كان بحنا لكن ما يشعر هو باقي دقاء كان يخب باقي يا هانسا قف كستوي نقمي دي هالكم وكلها عليا هل كان يوم القيامة وضعية هل كان الفيس لقصة صارية تريد دين الله كان يكون وراء السا مركات ديجان كاسوين وسارة كسرية إلى أن تيسوا قدب كلي قدب كريان دورينا كان لو حوية قدب كريان لا تقلي نحن إما يو تاريخ دير من دولي أريد أن تعسيه واحد راح ينمد قبائلة وضعه قد لو ودين تسلام هم يوحمد يبقى نترين ما مخي انجليز كان سكر كاني
ingiriisku isagoo inooga yimid dabadda wuxuu damcay inuu isku keen daro oo aynu wada noolaadno oo aynu isu nimaadno. sidaa darteed degmooyin buu loo sameeyey, degmooyin reer awuu bixin karay, hase yeeshee reero walba meel ay wada leeyihiin ayuu sameeyey. reer walba inuu meeshaa maqaaxi ku yeeshay isagaa ka dambeeyey cugaashana wuxuu degmadaas ka qaadanayaa mushaaro maxkamadii blasiyate lagu loo sameeyey. degmooyinkeenu dadkay mideynayeen degmadii ugu horreysay ee uu sameeyey berbere ahayd 1890kii, degmadii u dambeysay aanood bay ahayd 1934kii. degmooyin lixa oo dadka mideynaya bay ahaayeen. maanta degmooyinkeenu waa tiro, waa qabaayil, qabaayilka waa laisla dhafan, raasraas baa la maraya. inana royaalitigii markaynu tuulo ku darno, tuulooyinka maanta waa lagu tartamaa, waxay maraysaa in laga walaaliyo laba tuulo ka yeeshaan. marka buurtana marka laga helo dahab, soo jeedkeedan haddaad tuulo ku ogoo tabarkeedana tuulo kaa laga samaynaya. waddankaba tuulooyin baynu ku fasaadinayna. waxaa lolan lahaa ereyga tuulo laydhaa xeerkeenna iyo ku soo baxay. tuuladu waa duguur, waa waxaa waddankeenna baabiiyey ee xoolo ee miyiga inaga baabiiyey. yaa inaan gobol iyo degmo dhaafo, xeerkeenna gobol iyo degmo lagu dhaafo. mar walbana wax wada lahaanshaha guudan aan xoojinno, dowladda dhexaynu ka cararayno, aynu wada xooga saarno. markaa waxaa lolan lahaa 80% ma dowladda dhexe noo qabato, dowladda dhexe maalin walba inuu jecel yihiin baa la jooga, maalin walba midun baa jooga, kamaantaa joogayaan leegin. dadka qaarii u qaadanay madaxweynaha baa ka soo horjeeda musabbixiin weligii joogayay. beriba qaar kale iman doonee hala keeno, halkaa 80% laga dhigo. 20-ka hadhay 10 gobolkaa la siiyo 10 degmada. haddaan dadkii isku gobolkaa waxba ma wada lahayn, maxay gobolada kale iska xigayaan? hala dhiirigeliyo dadka isku gobol inuu wax wada yeesho oo magac wada yeesho oo reer salaag noqdaan oo reer sool reer sool noqdaan oo reer tabdhe rota u dheer noqdaan oo wax wada yeeshaan oo ummadda in laysku tolo. xeerkeennu marka horeba ha ku salaysnaado qodobka afraad ee aan soo jeedinaya waxa weeye shirkadda. waxaa xeerkana dhigayaa shirka inay qasab tahay in shirkad dowladdu yeelato. dowladdu shirkad mabda ahaan iyo xeer ahaan way yeelanaysaa, laakiin xeerkani qasab ka dhiga maha, waayo dowladdu waa dee shaksiyad qaanuuni ah. shaksiyad qaanuuni haddii danteeda u waraqto kamina way samaysan kartaa, dadka shicibkiina wuu samaysan karaa. hase yeeshee haddii la yidhaaha xeerkiibaa waajibinaya oo xeerku waajibiyo oo imika mid la sameeyo bal wasaaraddii liisanka bixinaysay ee kambeli sharci xeerkeeda qasab ka dhigay inay yeelato shirkad, iyo shirkadana leedii liisan baa loo doonaya seeda u tartami karaya. ma shirkad dowliyaiya baa tartami karaya shirkad baraysila. innaga nidaam qaran aynu qaadanay waa in dowladdu ganacsiga dhiirigeliso oo ay ilaaliso oo shuruucda iyo kormeerka yeelato, dadka dadka sacbigiina uu yeesho dee ganacsi shirkadaha ilaa shuuci ma lihine. nidaamkeenu shuuci maaha, waa kabitaaliis. marka waxaan odhan lahaa qodobadaas shirkada dowladda qaadayana iyagana otomaatikali meeshaa laga saaro, xeerkani wasaaradda iyo dadka sacibka ganacsatada oo la u dhaceeyo, iyo de maamulka iyo adaala kuurayo deegaanka iyo nabadgelyada, dowladduna sida aanay shirkad baasoolka keento u lahayn, sida aanay shirkad xoolaha dhoofiso u lahayn, dee shirkad macdaneed wax ku qasbaya ma jiraan. shirkad macdaneedna yaynaan dhakada ka saarin oo aynu dareensan lahay ama fahmi karno in wasiirkanaa kusoo celceliseen dooliba karo inuu shirkad keligii laga samaysto oo de labada saaxiba yeelan karo, dhinacna shirkad ka noqdo, dhinacna wasiirkii. intaasaan anigu ku soo warinayaa. wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel, abaalmarinta macmiil noqo milkiile. si aad uga mid noqoto guuleystayaasha abaalmarinta, raac tallaabooyinkan. ku shubo $100 ku hadal ama internet data. macmiilku waa inuu khadka ku jiraa ama taleefankiisu furan yahay inta lagu guda jiro 9-ka cisho ee soconaysa abaalmarintani. macmiilku waa inuu si joogto ah u isticmaalaa adeegga e-dahab. ugu dambeynna, markasta oo ku shubashada macmiilku ay siyaado, waa markasta oo guushaadu dhowaato. wixii faahfaahin ee dheeraad ah, kala xidhiir qaybta daryeelka macaamiisha 3. shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel.